بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن في سيرتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عن سيرة النبي في رمضان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونتكلم عن مناقبه وأعماله في شهر رمضان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن باكورة ذلك أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يهنئ أصحابه برمضان. وهنا وقفة، حديث التهنئة في رمضان عن أبي هريرة وعن سلمان وعن أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين. أهل العلم بالنسبة لحديث سلمان فهو ضعيف جدا ولا يستدل به على شهرته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والنافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه. هذا هو الحديث مع طوله وشهرته، ونقول هذا حديث تالف بالمرة وضعيف جدا من جميع طرقه ولا يصح الاستدلال به. أما بالنسبة للحديث الآخر وهو الذي انتشر في وسائل التواصل وعنون له بعنوان تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، لقد أظلكم شهر رمضان تغشاكم فيه الرحمة إلى آخره، نقول هذا حديث موضوع فيه محمد بن سعيد الشامي الملقب بالمطلوب المرمي بالكذب، المرمي بالكذب وهو متروك وصلب في الزندقة. مع شهرته هذا الحديث وأرسل في بداية هذا الشهر المبارك. بقي معنا حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه لقد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الرحمة، وفي رواية أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم. خرج أهل العلم في هذا الحديث مخرجين، منهم من أعله وقال لم يصح في التهنئة حديث، ومنهم من صححه لغيره، وهذا فعل الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الحديث الوحيد جعله صحيحا لغيره بمجموع الطرق. وعلى هذا قالت اللجنة الدائمة وقال الشيخ بن باز وقال الشيخ بن عثيمين، قال والتهنئة عادة اعتاد الناس عليها ولا حرج فيها، ومنهم من قال لم يصح في التهنئة شيء على النبي عليه الصلاة والسلام بجميع طرق الأحاديث جميعا. وعلى ذلك فلا بأس إذا هنأ المسلمون بعضهم بعضا، لكن تبقى هي الصيغة في التهنئة. منهم من يهنئ فيقول كل عام وأنتم بخير، ومنهم من يهنئ فيقول رمضان كريم، وكلاهما كرهها بعض أهل العلم مثل الشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع، وقال لأن كل عام وأنتم بخير هذه لا تعرف عن السلف، وإنما هي واردة إلينا وليست من كلام المسلمين. وأما كلمة رمضان كريم، والعجيب أن الشيخ بن عثيمين في كتب له في المجلس الأول من مجالس رمضان عند كتاب عن مجالس رمضان قال شهر رمضان شهر كريم بين قوسين، لكن المعمول به أنه يؤخذ بالفتية وليس بالتصنيف، لأن التصنيف يسبق الفتية، ولربما الإنسان يكتب كتابا ثم يرجع فيه يوما. ولذلك قال أحد السلف هذا الإمام المزني والشافعي، الشافعي كتب كتاب اسمه الرسالة، عبد الرحمن بن مهدي أسن من الشافعي، فقال يا أستاذ لو كتبت لنا كتابا في أصول الفقه، انظر إلى تواضع العلماء، والشافعي أصغر من عبد الرحمن بن مهدي، فألف كتاب الرسالة وهو أول كتاب في أصول الفقه، وكان كل مرة يقرأه عليه المزني تلميذه، وكل مرة الشافعي ينقح يحذف يضيف كعادة الإنسان. كل الكتب تبدأ في طرتها بالاعتذار إلا كتاب الباري عز وجل ألف لام ميم، ذلك الكتاب
لا ريب فيه. أما بقية الكتب كل إنسان يعتذر ويقول نسخة منقحة مزيدة إلى غير ذلك. المزني قرأ كتاب الرسالة على الشافعي 50 مرة، وفي كل مرة الشافعي رحمه الله يزيد وينقص. في المرة 50 قال: أواه، أبى الله إلا العصمة لكتابه، لا تقرأ عليه، خلاص انشر بين الناس، انتهى. فنقول من مثل هذا جزاك الله خير. الشيخ بن عثيمين في أول مجلس من مجالسه في رمضان ذكر حديث سلمان، وهو حديث سالف بشدة، لكن نأخذ فتاوى الشيخ وليس تصنيف الشيخ القديم، لأن الفتوى متأخرة عن التصنيف. ولا الشيخ يقول أن هذا الحديث سالف بمرة لا يصلح، والتهنئة بكريم وكل عام بخير، أيضا الأولى تركها إلى ما هو أولى منها. الوارد في نص الحديث أن نقول مبارك عليكم إيش الشهر، لأن من يتأمل في الشهر يجد أن الله قد جعل فيه بركة لم يجعل في غيره من الشهور. والبركة هذا مردها أمر مهم جدا، وهو القرآن. الله عز وجل لما اختار كتابه القرآن جعله مهيمنا على كل الكتب، وناسخا للتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك. ولو أن موسى بن عمران حيمة وسحوا إلا أن يتبعاني كما روى البخاري في كتاب الإيمان. ثم جعل الشهر الذي نزل فيه القرآن تاج الشهور، ثم جعل الليلة التي نزل فيه القرآن خيرا من 1000 شهر، من 84 سنة و6 أشهر خير منها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم جعل النبي الذي أنزل عليه القرآن خير الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل الملك الذي نزل بالقرآن هو سيد الملائكة جميعا، وجعل الأمة التي نزل عليها القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا كتاب ذو قدر نزل في ليلة ذي قدر وفي شهر ذي قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، فجعلت فيه البركة في هذا الشهر المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر رمضان، في بركة هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان. والجنان كما دلت السنة لها 8 أبواب، ما بين المصراعين، ما بين صنعاء إلى بصرة، يعني مسافة 1000 كيلو، وهي يومئذ كظيظ. ومن البركة في هذا الشهر أن الله عز وجل جعل من هذه الأبواب 8 بابا مخصصا لأهل الصيام، وسماه باب الريان كما في الصحيحين، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أوصد فأغلق ولم يدخل أحد غيرهم. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يحسنون ذلك. ومن البركة في هذا الشهر أنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن البركة في هذا الشهر أيها الكرام الباركون أن النيران غلقت فيه أبوابها، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن البركة في هذا الشهر أن مردد الشياطين تغل، ولكن صغارها يبقون طليقين، ولذلك تجد أن الشر في هذا الشهر أقل منه من غيره كثير. حتى الذين لا يعرفون المسجد ولا الصلاة تجدهم تمتلئ بهم ساحات المساجد وتمتلئ بهم أبوابه. ونقول لهؤلاء: أحسنتم في دخولكم إلى هذا المساجد في هذا الشهر، لكن استمروا على هذا العطاء، فبئس العبد الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا. من البركة في هذا الشهر أن منادي ينادي يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من البركة في هذا الشهر لله في كل ليلة عتقاء. أما حديث وفي آخر رمضان يعتق بمقدار ما أعتق أو بعدد ما أعتق في كل شهر، فحديث تالف ضعيف لا يصح، لكن كل ليلة فيها عتقاء. ومن جمال الحديث قال عليه الصلاة والسلام، ما قال في نهاره في عتقاء، قال في كل ليلة عتقاء. وهذا من فوائد أيها الكرام باركون أن بعض الناس يحسن الصوم في نهار رمضان ويحسن العمل، حتى إحدى النساء ترسل رسالة الله يعافينا، قالت: عند واحد حبيبي لما جيت أكلمه في النهار قال لا 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 خلينا بالليل. لا بالليل ولا بالنهار، الله يرضى عليك، توب إلى الله، أبواب الجنة مهيئة مفتوحة، الله يرضى عليك. قالت: حتى في سناب شات ما يتابعني ولا يكلمني، قال نبغى نصوم. تأمل الحديث: ولله في كل ليلة عتقاء.
أمس جيت عند العمارة مجموعة شباب وأكون قالوا يلا بينا السهرة والله الليلة فلة. قال لي ثياب وقل لي الله يرضى عليك. خلاص يا أخي فلة في المساجد الله يجزاه خير، قائما تاليا راكعا ساجدا، يعني إلى متى يا أخي؟ رمضان أقبل، رمضان أتى فاقبل يا أخي إلى الرحمن واتبع النبي، هذا شهر صوم فاغتنمه، وحثت سير للجنات ساعية، فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ يا من ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب فعفى الله في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. ما ينبغي، فرصة يا إخواني أن نحن نقبل عليه. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان يقبل على القرآن، وقال شيخنا الشيخ حمد المختار في مقطع له في دقيقتين ونيف يقول: وينبغي ألا تنشغل بشيء في رمضان إلا بالقرآن، في ذهابك مجيئك في هجيرك كل وقت تقبل على القرآن. تخيل أخي المبارك الشافعي له 60 ختمة، أراد هبة الله بن عساكر أن ينافس الشافعي فختم ليلا ونهارا ليلا ونهارا حتى وصل إلى يوم من الأيام فتلم له 59 ختمة، فلما جن عليه الليل قالوا غدا العيد، قال أبى الله إلا 60 للشافعي، جينيس ريكورد هذه ما نعرف حسبه. كان قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه رحمه الله يختم كل يوم ختمة ويختم كل 3 في القيام ختمة، فاستقر له بذلك 40 ختمة، 40 ختمة، 3 × 10 = 30 و30 في 31 10 + 30 40 ختمة. بعض الناس ممكن يقول هذا الكلام incredible وهذا الكلام وين انت تقولون هذا الكلام، لا وانا اخوك من تمدمن والتأب والتلئيم والتيتيم، ما عليك يا مدمن انت هذه الاشياء، ذاكر مدمن سناب شات مع جوالك. امس كنا صلينا في مسجد، كل ركعتين اخونا في يطلع الجوال يتابع وبعدين يجي يحطه في جيبه، والله كل ركعتين يتابع يحطه في جيبه. ليتنا لو كنا كذلك مع القران كنا ختمنا ختمات جدا كثيره. ايها الكرام الباركون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، لو سئل نفسه لجاد بها فليتق الله من كان سائلا عليه الصلاة والسلام. وأجود ما يكون في رمضان، وهنا قال العلماء ومن فضائل ذلك أن الإنسان يهتبل في الزمن الفاضل والمكان الفاضل أن يزيد من فعل البر والخير. ولذلك لا يستغرب أن تجد الناس في رمضان يبذلون يفطرون الصائمين يعطون. وأجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان جبريل يعارض النبي القرآن مرة مرة، وفي السنة التي قبض فيها آخر قيام له النبي صام 9 رمضانات في السنة 10 عرضه القرآن مرتين، وهذا رد على من يحجر على الناس لا تختمون أكثر من مرة في رمضان. نقول: دل الدليل على أن الأقل ختمة وأن الزيادة لحد لها. النبي ختم مرة وختم مرتين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله في رمضان عليه الصلاة والسلام أنه بأبي هو وأمي صلى التراويح يوما واثنين وثلاثا، واجتمع الناس في كل ليلة أكثر من الليلة التي قبلها ثم لم يخرج لهم بعد ذلك، فقال: خشيت أن تفرض عليكم، فسن لنا صلاة التراويح. ثم قال كما عند أهل السنن وفي الترغيب والترهيب: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أحد الناس قال: يا شيخ الإمام بيصلي وما بينصرف جالس في المحراب. قلنا: ينصرف يعني ينتهي من صلاته، وليس ينصرف معناه أنه يخرج من المسجد، يعني ينصرف ينتهي من إيه؟ ينتهي من صلاته. وهذا من فضائله أن تصلي الوتر مع الإمام. يقول شيخنا الشيخ الفوزان في معرض السؤال قال: بعض الناس لما يجي الوتر يقوم إيش؟ يذهب. قال: ضيع على نفسه ذلك الأجر العظيم، صلي مع إمامك الوتر. يقول: أريد أن أصلي من الليل، لا مانع صلاة الليل مثنى صلي 2 2 2 ولا توتر بوتر آخر، لا وتران في ليلة، وترك لا يمنعك قيام الليل، ما يمنع قيام الليل، استمر قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي. وقال في الصحيحين: ما يزال الناس بخير وما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، عن عبد الله بن أوفى في المتفق عليه أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فغربت الشمس فقال: انزل فاجدح لنا،
ادح لنا ما معنى ادح لنا. والجدح هو خلط السويق بالماء حتى يستوي السويق مع الموية. شوف النبي وش كان يفطر عليه الصلاة والسلام، ونحن المائدة مذعجة فيها أصناف كثيرة، والرجال تلقى يرفع لسانه على زوجه يقول لها ما طبخت اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان يعيب طعما قط. النبي بسفر ما في غير سويق مع الماء، فقال يا رسول الله عليك نهار طويل، قال انزل فاجدح لنا، يعني حان وقت الفطر. وروى البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أشرقت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني مجرد ما تشوف الشمس قد وجبت ونزلت قد حان وقت الفطر. قال ابن عبد البري والفطر عند غروب الشمس أحاديثه عليها الإجماع، وإن من أهل البدع من لا يفطر حتى تتشابك النجوم، وإن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سيرة النبي في رمضان عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يرد فعلى تمرات، فإن لم يرد فحتى حتوات من ماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في رمضان كان يقبل وهو صائم. وهنا وقفة، الله يرضى عليك، ويرنينج تحذير قبل ما جيكم، يقول يا شيخ دعبت زوجتي فأولجت وأنزلت ماذا علي؟ نحن طول قبل رمضان أنت لا في إيلاج ولا في شيء ولا في حاجة، كيف رمضان جزاك الله خير؟ أنا ضاقة الدنيا يا أخواني، سبحان الله. مرات تكون في غير رمضان المرأة تتزين لك أبدع ما يكون، وهذا منصرف عنها، كما قال ابن القيم وإن إبليس جلس لابن آدم بالرصد، جالس لك جالس لك جزاك الله خير. لكن عائشة ماذا قالت؟ قالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله، وأيكم أملك لإربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قالوا الإنسان يجد في نفسه الشهوة وهي نفسه الثورة والفورة، فينبغي أن يمتنع عن ذلك. ولذلك كان السلف يجلسون في النهار في المساجد يقولون نحفظ صيامنا. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته في رمضان، بذلك نختم ونتم إن شاء الله في مجالسنا القادمة، أنه قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، والرفث هو كل ما يؤدي إلى الجماع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والفسق هو كل ما يخرج عن الدين. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، وفسقت الثمرة أي خرجت من أكمامها. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وانت في طبور التمييز والفول جزاك الله خير، اهدى شوي اهدى شوي، لم يرد في النص أنه يستحب الفطر على التمييز والفول جزاك الله خير، لكن يستحب الفطر على التمرات على الرطبات على حفل حسوات من ماء. مستعد يدفع 152 ريال في وجبة التمييز؟ أي والله، ممكن يشتري ممكن في يوم يدفع 152 ريال عشان ياخذ تمييز 2 ريال، ريال تمييز وريال فول و150 وقوف خاطئ، عادي يوقف غلط بس نلحق بسرعه تمام التمييز يعني. طب وانت واقف في طبور التمييز الفول طلع مصحف وهو بعد اقرا، تلقى خلصت لك جزء نصف جزء، اوقات كثيره تقدر انك تستثمرها. اخيرا وليس اخرا، قال عليه الصلاه والسلام نعمه تحور المؤمن التمر، فلذلك أيها الكرام الفضل اجعلوا مع تحوركم تمرة ولو حبة واحدة لتقيم هذه السنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره، فإن كان خيرا صار ذاك حزن، وإن كان دون ذلك من الشيطان ونفسه، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه منه براء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.